بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك حفظه الله، افتتح معالي الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري المعرض الدائم لجهاز المساحة والتسجيل العقاري في المبنى الرئيسي للجهاز، وذلك بحضور سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومعالي الشيخ ميبت محمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، حيث تجول الحضور في أروقة المعرض الذي يحتوي العديد من الوثائق والخرائط العقارية والصور الجوية التاريخية القديمة، بالإضافة إلى عرض لأجهزة كانت تستخدم في أعمال المساحة في فترات تاريخية مختلفة. كما قدم ممثل الجهاز شرحا حول أحدث الوسائل التكنولوجية التي تم استخدامها في عرض وإبراز المشاريع والبرامج المستقبلية للجهاز. ويهدف المعرض الدائم لجهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى التعريف بالخدمات التي يقدمها الجهاز وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المملكة، والذي من شأنه أن يعمل على إنعاش الاقتصاد البحريني، خاصة في هذه الفترة التي تشهد نموا وتزايدا كبيرا في قطاع الاستثمار العقاري. حقيقة هذا اللي شفتوه هو عمل يعني تعاوني متكامل بين أجهزة الجهاز مع وزارات الدولة الأخرى، و يعني نحاول فيه نحن نحافظ على التراث الحضاري لمملكة البحرين في شؤون المسح العقاري وفي شؤون الملكيات العقارية، وبعدين في التطور اللي يأخذ مكانه الآن من تحديث الأساليب المسح وأساليب إنجاز المعاملات للجمهور الكريم. هذا التوثيق يبين أن النهضة الإدارية موجودة من فترة العشرينات، وهذه الخرائط وهذه الوثائق وهذه الأجهزة التي استمتعنا اليوم بالاطلاع عليها تسيطر التطور الإداري وأيضا التقني في مملكة البحرين. نحن سعداء جدا بما شاهدنا، والجميع كان سعيد بما شاهد من تطور وإثبات لحقائق تاريخية مهمة وتلبية للمتطلبات الحديثة، سواء من قبل المتعاملين أو من قبل المستثمرين في هذا المجال.